طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مقدمه للسيستم اناليسيس. هنتكلم برضو على الموديل فورموليشن. فالهدف من الفيديو ده ان احنا عايزين رقم واحد نعرف ايه المقصود بالسيستم عموما. رقم اتنين هنحاول نصنف السيستمز باستخدام بعض الكرايتيريز المختلفه. بعد كده هنركز على ازاي نعمل فورموليشن وماثيماتيكال موديلنج للسيستم بتاعنا، عن طريق ان احنا هناخد مسألة او مثال، والمثال ده متعلق بابليكيشن للووتر سبلاي سيستم. طب بادئ ذي بدء، هنقول ايه المقصود بكلمة سيستم؟ في ابسط صورة المقصود بكلمة سيستم ممكن نقول ان هو يعني السيستم هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي تعمل مع بعضها البعض بغرض تحقيق هدف مشترك. يبقى في عندنا هدف مشترك، وكل العناصر الموجودة في السيستم بتاعنا بتساعد على تحقيق هذا الهدف. مثلا زي ما احنا شايفين هنا، الترس رقم A و B و C كلهم بيتحركوا بمنظومة معينة، بحيث الغرض منها تنقل الحركة من ترس A لترس AC. نفس الكلام هنا، زي ما انتم شايفين الترسين دول بما الغرض منهم نقل الحركة من حركة دائرية لحركة A في اتجاه كان هنا الدوران هنا في اتجاه ايه، في اتجاه الاكس مثلا، وهنا الدوران في اتجاه الايه، عمودي على الاتجاه الايه الاول. طيب، بالنسبة للسيستم، عرفنا السيستم، دلوقتي عايزين نتكلم طب ايه المقصود بقى بحل السيستم. المقصود بحل السيستم ايه؟ هو ان احنا نحاول نستخدم جميع الامكانات المتاحة والموارد المتوفرة لدينا علشان نحقق من هذا السيستم ان هو يعطي افضل اداء واعلى ايه واعلى نتائج. يبقى ده المقصود بكلمة السيستم. يبقى السيستم الغرض منه او الغرض من حله، الحل بتاع السيستم المقصود بيه ان احنا استخدام جميع الموارد المتاحة بغرض الحصول على افضل نتائج من السيستم بتاعنا. وبصورة تانية ممكن نقول ان احنا السيستم بتاعنا عايزين نوبتمايز التارجت فانكشن او داله الهدف بتاعته. طب عايز توبتمايز داله الهدف، المقصود ايه يعني؟ يعني مثلا لو انت كنت بتتكلم على الكوست، عايز اعمل له مينيمايزيشن، فعايز مينيمايز وات از باد، وعايز ماكسمايز وات از ايه وات از جود. يعني لو انا بتكلم على بروفيت، يبقى انا عايز اعمل له ماكسمايزيشن. فحسب الهدف من السيستم بتاعك، فانت هتحاول تعمل حاجه اسمها تعظيم الاستفاده من الحاجات الكويسه، وتقزيم الحاجات الايه الحاجات الوحشه. ده المقصود بايه حل السيستم. يبقى حل السيستم يعني معناها عمل اوبتمايزيشن لداله الاداء او داله الهدف بتاعت هذا السيستم، عن طريق اما نعمل لها ماكسمايزيشن او نعمل لها ايه مينيمايزيشن. طيب تعالوا نتكلم برضو على ازاي نصنف السيستم. هنصنف السيستم بتاعنا بالنسبه لخمس معايير اساسيه. المعيار الاولاني تصنيف السيستم من ناحيه التعقيد اللي هي كومبلكستي. ففي عندي نوعين من السيستمز حسب الكومبلكستي. ممكن اقول السيستم بتاعي سيمبل، وممكن اقول عليه ان هو ايه كومبلكس او معقد. امتى اقول على السيستم سيمبل؟ اقول على السيستم سيمبل اما تكون عدد المتغيرات اللي موجوده فيه عددها قليل، والمعادلات الحاكمه اللي بتحكم المتغيرات المختلفه بتكون معادلات بسيطه غير معقده. بينما السيستم يكون كومبلكس اما يكون عدد متغيرات عددها كبير، او المعادلات اللي بتربط ما بين العناصر المختلفه في السيستم بتاعي معادلات بتكون شديده التعقيد. تعال نشوف امثله كده. مثلا احنا عندنا ايدي شيب السيستم عباره عن شبكه نقل بضائع من مستودع اكس واي لمدينه اي وبي. فزي ما انتم شايفين هنا البدائل المختلفه، انقل من اكس لاي او من اكس لبي، او انقل من واي لاي واي لبي. فبالتالي البدائل هنا قليله جدا، فبالتالي عدد المتغيرات هنا قليل قوي، فبالتالي السيستم ده بالنسبه لنا يعتبر ايه سيمبل، ايه سيمبل سيستم. على النقيض الناحيه الثانيه، لو انا كان عندي مثلا شبكه زي شبكه طرق بهذا الشكل، او شبكه مثلا نقل بهذا الشكل، او شبكه مثلا حتى بايب نتورك، ووتر بايب نتورك، عدد الشبكه هنا عدد الاليمنتس فيها كبير جدا، فبالتالي عدد الفاريبلز هيكون كبير، فبالتالي المساله دي بالنسبه لنا هنعتبرها ايه مساله لارج بروبلم. امتى اقول السيستم سيمبل من ناحيه العدد؟ اما يكون عدد الفاريبلز حدود 10، فبسلم السيستم ده ايه سيمبل، 10 فاقل يعني. اما تزيد عن 10 فبسميه مثلا ايه سمول، مثلا لحد ما توصل لايه ل 1000 ولا حاجه. اما تزيد عن 1000 وتوصل مثلا ل 10000 بسميه ميديوم سايز. اما تزيد عن 10000 و100000 فبسميها ايه لارج، ايه لارج بروبلم او لارج سايز. تعالوا نصنف بقى السيستم برضو بالنسبه للعلاقات الخطيه اللي بتربط المعادلات الحاكمه والقيود.
اقدر اقول ان السيستم بتاعي ممكن يكون لينير يعني خطي، وممكن يكون نون لينير. نشوف امثله كده. مثال مثلا السيستم ده يعتبر لينير زي ما انتم شايفين، داله الهدف ولتكن اسمها واي مرتبطه بفاريبلز تانية بعلاقات ايه، علاقات زي ما انتم شايفين لينير خطيه، ما فيش هنا تو ذا باور، ما فيش ساين فانكشن ولا كوساين ولا ترينجولاتوري ولا اي حاجه من دي. فبالتالي السيستم ده ممكن اعتبره ان هو ايه، سيستم خطي، اداؤه خطي. بينما الناحية الثانية عندنا هي معادلة ثانية مختلفة ودالة هدف مختلفة ومرتبطة بـ variables أو decision variables، والـ variables دي بالعلاقة بينهم إيه، علاقة مش خطية زي ما شايفين to the power n ما بيساويش واحد هنا، أو m ما بيساويش واحد هنا. ففي الحالة دي العلاقة دي غير خطية، فعشان كده بسمي السيستم بتاعي بسميه إيه، بسميه non linear. طبعا معروف إن الـ linear system سهل جدا في الحل compared بالـ non linear system. الـ linear system سهل جدا وسريع جدا في الحل compared بالـ non linear system اللي هو ممكن ياخد وقت إيه طويل قوي للحل، وساعات ما بنعرفش نحل بعض انواع النون لينير سيستم. طيب التصنيف الثالث، هنصنف السيستمز حسب السيرتينتي او اليقين. فعندنا نوعين من السيستم. ممكن اقول بقى طبقا للتصنيف اليقين، ممكن اقول ان السيستم بتاعي ده ديترمينستيك يعني محدد، او ستوكاستيك يعني عشوائي. امتى اقول ان السيستم بتاعي ديترمينستيك؟ اما تكون الفاريبلز المختلفه اللي موجوده فيه واللي داخله فيه ما بتحتويش على عنصر من عناصر ايه العشوائيه، ما فيش راندمنس في الايه في الفاريبلز بتاعتي. وبينما بسمي السيستم ستوكاستيك لو كان فيه الفاريبلز الانبوت فاريبلز اللي بتدخل السيستم بتاعي بعضها بيكون ايه، بعضها بيكون عشوائي او ايه، او بيتغير بطريقه راندم. ناخد امثله للكلام ده. لو فرضنا مثلا عندنا كاتشمنت الحوض الصباب اهو، وادي من الاوديه، وده الحوض الصباب بتاع وادي من الاوديه، وبتنزل عليه امطار. معروف ان الامطار بتنزل عشوائي، فبالتالي انت ما تقدرش تقول بكره المطر هينزل قد ايه. فبالتالي بالنسبه لنا في عرفنا المطر بينزل بتغيرات، التغيرات دي وصفها بان احنا بنقول دي تغيرات عشوائيه. فبالتالي البريسيبيتيشن اللي هو المطر هنا ممكن اوصفه بان هو متغير عشوائي. ففي الحاله دي لو عندي امطار بتنزل بطريقه عشوائيه، لو انا عايز اتنبا بكميه الفلو اللي هيخرج من الوادي، فبالتالي متوقع طبعا ان الفلو اللي هيخرج من الوادي برضو هيكون الفاليوز بتاعته بتتغير بطريقه برضو ايه، بطريقه عشوائيه. ففي الحاله دي السيستم بتاعنا ده لو انا اعتبرت ان الامطار بتتغير بتغير عشوائي، السيستم ده بسميه ايه، بسميه ستوكاستيك سيستم او ستوكاستيك ايه موديل. بينما على العكس لو انا ارتضيت ان انا اقول ايه، انا مش هشتغل على الامطار اللي بتتغير عشوائي دي، انا هاخد المتوسط بتاعها فاعمل كده. فلو انا اخدت المتوسط بقى يبقى مفيش تغيرات عشوائيه في الحاله دي، ففي افريج فاليو. ففي الحاله دي خلاص السيستم هيتحول من سيستم ستوكاستيك لسيستم ديترمينستيك يعني محدد. بالتالي عندي قيمه محدده للبريسيبيتيشن هينتج عنها قيمه محدده لمين، للايه، للران اوف. يبقى حسب اليقين ممكن اصنف السيستم بتاعي حسب ان هو ديترمينستيك سيستم محدد، او ستوكاستيك، او probabilistic سيستم، او ايه، عشوائي او غير ايه، غير محدد. طيب التصنيف الرابع بقى حسب الكرايتيريا الرابعه، حسب الكونتينيوتي او الاستمراريه. ممكن اصنف السيستم ان هو كونتينوس يعني مستمر، او ان السيستم ده ديسكريت يعني ايه، متقطع. امتى اقول السيستم كونتينوس وامتى اقول عليه ان ديسكريت؟ لو كان الفاريبلز بتاعتي اللي انا بتوصف السيستم ده كانت فاريبلز تاخد اي ارقام، يعني مثلا 1 و2 من 10، 3 و5 من 10، اي ارقام مش متقطعه، مش انتجرز يعني، ففي الحاله دي بسمي السيستم بتاعي ايه، بسميه كونتينوس. بينما لو كانت الفاريبلز بتاع السيستم بتاعي اللي داخله كانبوت فاريبلز في السيستم كانت القيم بتاعتها مثلا انتجرز، يعني لازم تاخد ارقام 1 2 3 4 7 ارقام، انما ما ينفعش تاخد 6.5، ما ينفعش تاخد 6.3 وهكذا. ففي الحاله دي بسمي السيستم بتاعي ايه، بسميه ديسكريت سيستم. ناخد مثال. افرض انت مثلا دلوقتي مسؤول عن موقع من المواقع، ومطلوب منك انك انت ايه تجيب كميات الرمل المطلوبه علشان نعمل صب خرسانه. فانت حسبت كميات الرمل المطلوبه، فلقيت ان انت محتاج مثلا ايه 25000 متر مكعب، 25000 متر مكعب. ف25000 متر مكعب ده وانت عارف العربيات اللي عندك هتشيل قد ايه رمل، واخد بالك؟ فبالتالي لو انا قلت دلوقتي انا عايز 25000 متر مكعب بهذا الشكل، او قلت مثلا عايز 25000.3 متر مكعب، ففي الحاله دي انا بالنسبه لي ايه، السيستم بتاعي هيكون كونتينوس. انما لو انا قلت لا انا مش عايز 25
مش هقول 25,000 و3 من 10، هقربهم بقى كام نقلة رمل، فاقول ايه، اقول كام نقلة رمل دي محتاجة تقريبا حوالي مثلا ايه 1020 نقلة رمل او 1020 عربية رمل تيجي عندي، واضح الكلام؟ ففي الحالة دي انا مش هقول بقى كام عربية رمل، هقول 1020 مثلا وربع او 1020 ونص، لان مفيش نقلة رمل او عربية رمل ربع ونص، لازم تكون انتجر فاليوز. فلو انت نفس، يبقى نفس البارامتر اهو اللي هو كميات الرمل اللي انا عايزها قد ايه، ممكن اوصفها بشكل يكون ديسكريت يعني شكل متقطع يعني كم نقلة رمل، او ممكن اوصفها بشكل كونتينوس يعني اقول بقى انا كمية الرمل اللي انا محتاجها قد ايه بالظبط، فاقول بقى مثلا 25,000 ونص، 25,000 وثلث متر مكعب وهكذا. يبقى بالتالي احنا عرفنا ايه المقصود بكلمة السيستم بتاعي يكون كونتينوس او يكون ديسكريت. ده توصيف لمين؟ تصريف للفاريبلز او البارامترز اللي بتحكم هذا ايه، هذا السيستم. فلو كانت البارامترز دي ممكن اوصفها بانها انتجرز، ففي الحالة دي بنستخدم السيستم بنسميه ديسكريت. انما لو كانت البارامترز دي ممكن تبقى فلوتنج، يعني ممكن تبقى مثلا ايه ريال نمبرز، يعني ثلاثة تاخد ارقام 3.2 من 10، 3.715 وهكذا، فدي بنسميها ايه، بنسمي السيستم في الحاله دي بنسميه كونتينوس. طب اخر تصنيف بقى بالنسبه للفيدباك ديبندنس، ايه بقى المقصود بالنسبه للفيدباك ديبندنس؟ يعني هل السيستم بتاعي فيه تغذيه رجعيه ولا فيدباك، يعني تغذيه رجعيه؟ فلو وانا عايز اصنف السيستم بالنسبه للتغذيه الرجعيه، فعندنا نوعين، اما يكون اوبن يعني ما فيش تغذيه رجعيه، او يكون في فيدباك، فيعني معناها في فيدباك ايه، تغذيه، في تغذيه رجعيه. يبقى ممكن يكون السيستم بتاعي اوبن يعني ما فيش تغذيه رجعيه، او يكون السيستم بتاعي فيدباك سيستم يعني في تغذيه رجعيه. طبعا انت ممكن تقول لي إيه مش فاهم، تعال نشوف بقى امثله للسيستم الاوبن. بص بقى معايا، عندي سيستم هو مكون من تو اليمنتس، الاليمنت الاولاني اهو والاليمنت الثاني اهو، او دي بروسيس رقم واحد وبروسيس رقم اثنين، والاثنين تو بروسيس دول بيخدموا السيستم بتاعي. طب والانبوت بتاعهم اكس والاوتبوت بتاع السيستم بتاعي واي. زي ما انت شايف الانبوت والاوت ما فيش اي تغذيه عكسيه من الاوتبوت للانبوت، ما فيش اي تغذيه عكسيه من الاوتبوت للانبوت، ده في الحاله دي بنسمي السيستم ده ايه، اوبن. تعال نبص نفس السيستم بقى بس ضفت له تغذيه رجعيه، ادي الاوتبوت، وبعدين ايه خرجت من الاوتبوت ايه تغذيه رجعيه لمين، للانبوت. ففي الحاله دي بسمي السيستم ده ايه، بسمي السيستم ده فيدباك. طب تعالوا ناخد مثال احسن من كده شويه، ليه علاقه بايه، تطبيقات الهندسه المدنيه. المثال بيقول ايه، هناخد مثال مثلا عن التغذيه الرجعيه في حاله مثلا ايه التي جانكشن. احنا عندنا هنا طريق، ادي طريق عندنا، وعندنا هي انترسكشن بنسميه ده تي سكشن شكل حرف تي اهو، وهنا نفس الكلام في عندنا ايه جانكشن على شكل بلس. طيب انا عايز اعمل بقى ايه دراسه للتي سكشن ده. فلو احنا كنا عايزين نستدي الترافيك بيهيفير او بيرفورمانس في التي سكشن ده او التي جانكشن دي في حاله حدوث اكسيدنت، فبص معايا بقى هنشوف العربيات الافكت بتاع هيحصل ايه لو حصلت اكسيدنت هنا. فتخيل معايا ان انا هدرس التي جانكشن دي بهذا الشكل، وده الكنترول فوليوم بتاعي، فانا بتكلم على الايه مسرح الاحداث بتاعي الجزء ايه، الجزء ده. تعال نشوف دلوقتي ونتخيل لو حصلت اكسيدنتس هنا، لو حصلت اكسيدنت هنا مثلا عربيات خبطوا في بعض ولا حاجه، فبالتالي هتعمل انتربشن لايه، للمرور، فبالتالي كما لو كانت الايه الترافيك سيجنال دي بقت ايه، بقت حمراء خلاص، صح؟ فايه اللي هيحصل، هتبدا العربيات ايه تتراكم تتراكم تتراكم، ولو ما قدرناش نزيل او الترافيك ونحرك الترافيك نتيجه للايه للاكسيدنت دي، ايه اللي هيحصل، هتستمر في التراكم لحد ما ايه، لحد ما يحصل ان ممكن العربيات هنا تقعد تطول 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 لحد ما تبلوك مين، المسار بتاع الطريق اللي هو بيتحرك من الايست ويست دايركشن، صح ولا لا؟ فممكن نوصل للشكل التالي ده، ان لو انا ما اتحركتش وعملت اي تغذيه رجعيه ما بين الجنكشن دي والجنكشن اللي قبليها، ايه اللي هيحصل؟ العربيات هتفضل تتراكم 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 لحد ما ايه اللي هيحصل، هتبلوك المسار بتاع الطريق اللي اسمه ايه؟ ساوث ويست، لان انا ما كانش عندي تغذيه رجعيه ما بين اللي حصل في الداون ستريم وتاثيره على اللي موجود فين في الاب ستريم. طب انما لو انا كان عندي بقى الترافيك سيجنالز سمارت انف، بمعنى ان هي اول ما ديتكت كده ان عدد العربيات بدا يزيد ويتراكم قبل ما يوصل لهنا، تعمل ايه، تقول للترافيك سيجنال دي اتحولي للون الاحمر، وقف واقفلي ايه، واقفلي الخط. ففي الحاله دي هيكون عندي اداء افضل. تعالوا نشوف الشكل ده كده،
لو تخيلنا بقى دلوقتي ان في عندي تغذيه رجعيه ما بين الجنكشن دي والجنكشن دي، فبالتالي اول ما حسينا ان الترافيك سيجنال بدل ايه يتراكم، اسف العربيات بدات تتراكم قدامي، ايه اللي هيحصل؟ هيدي امر على طول للاشاره دي انها تتحول من اللون الاخضر لمين؟ للون الاحمر، فبالتالي هتقفل المرور هنا، فبالتالي ما زال الجنكشن دي هتقدر ايه العربيات اللي بتتحرك في الايست ويست دايركشن هتقدر تتحرك، ما فيش ايه مشاكل. فبنسمي بقى السيستم ده بسميه ايه؟ بسميه اوبن سيستم، ما فيش تغذيه رجعيه فيه، بينما بسمي السيستم ده ايه؟ بسميه فيدباك سيستم، لان فيه تغذيه رجعيه زي ما احنا شفنا كده. احنا فهمنا دلوقتي يعني ايه سيستم، فهمنا ايه ازاي نصنف السيستمز، فعندنا 5 معايير لتصنيف الايه السيستم بتاعي. تعالوا نتكلم دلوقتي على ازاي نبني او خطوات بناء اي ماثماتيكال موديل. عشان نبني ماثماتيكال موديل يعبر عن السيستم، فاحنا محتاجين نتحرك او نمر بالخطوات التاليه. خطوه رقم 1 ان نعمل حاجه اسمها موديل فورميليشن. ايه المقصود بالموديل فورميليشن؟ موديل فورميليشن هنا مقصود بيه ان احنا نفهم السيستم، نفهم ايه المطلوب من السيستم، ايه هدف السيستم، ايه المتغيرات اللي بتاثر على السيستم، وبعد كده هو نحط العلاقات الرياضيه التي تصف بقى ايه داله الهدف والعناصر المختلفه اللي بتؤثر على داله الهدف والقيود اللي بتاثر على داله الهدف. ماشي، يبقى دي الخطوه رقم 1 اللي بنسميها موديل فورميليشن. يبقى موديل فورميليشن المقصود بيها ان احنا بنحول الفيزيكس بتاعت المساله بتاعت السيستم بتاعتي لعلاقات رياضيه بتربط دوال الهدف بالمتغيرات المختلفه وبتحدد القيود اللي بتاثر على المساله بتاعتي في الصور الرياضيه، بنكتب ايكويشنز او ان ايكواليتيز. طيب الخطوه الثانيه بقى ايه؟ الخطوه الثانيه بعد ما احنا عملنا الموديل فورميليشن هنبدا بقى نصنف الموديل بتاعنا حسب ال5 تصنيفات اللي انا قلتهم من شويه. فايدنتيفاي الموديل ايه تايب عن طريق التصنيف اللي احنا قلناه. طب ليه انا بعمل كده اهو؟ عشان عايز اعرف مثلا الموديل بتاعي ده لينير ولا نون لينير، لان عشان احله بعد كده اهو. الحل في حاله اللينير سيستم مختلف عن الحل في حاله الايه النون لينير سيستم. يبقى الخطوه رقم 2 خطوه التصنيف. بعد كده عرفت نوع الموديل ايه، بعد كده اختار بقى الخطوه رقم 3 او ادخل في الخطوه رقم 3 اختار بقى طريقه الحل بتاعته. فالخطوه رقم 3 تيجي طريقه الايه الحل بتاعته. بعد الحل بنعمل خطوه اضافيه اسمها سنسيتيفيتي اناليسيس، ودي هنتكلم عليها ايه بعدين ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنركز على موضوع الموديل فورميليشن اللي هو اول ستيب. فايه المقصود بكلمه بقى موديل فورميليشن؟ موديل فورميليشن عشان اعملها محتاج اعمل 3 اجزاء او 3 حاجات. رقم 1 احدد ايه هم متغيرات القرار او الفاريبلز اللي بتاثر على داله الهدف بتاعتي. دي رقم 1. يبقى ايه هي متغيرات القرار؟ بيسموها ديسيجن فاريبلز. ليه سموها ديسيجن فاريبلز؟ لان ديسيجن ميكر محتاج ياخد فيها قرار، عشان كده سميت بالديسيجن فاريبلز. فدي اول خطوه، تحدد الديسيجن فاريبلز ايه هم في المساله بتاعتك. الخطوه الثانيه تحدد دالة الهدف بتاعتك. ايه مقصود بدالة الهدف؟ يعني انت السيستم ده الغرض منه ايه؟ مثلا عايز اوصل لاعلى كفاءة، عايز اوصل لاعلى انتاج، عايز اوصل لاعلى ربح، عايز اقلل الكوست بقدر ما يمكن، وهكذا. دي اسمها دالة الهدف. فدالة الهدف تملي لازم تكون مرتبطة باما ماكسمايز او مينيمايز اللي هو اوبتمايزيشن بتاع السيستم. يبقى تحدد دالة الهدف بتاعتك وتحددها بعلاقات رياضية. العلاقات الرياضية دي لازم يدخل فيها متغيرات القرار اللي انت حددتها هنا. يبقى دالة الهدف لازم تكون فانكشن في متغيرات القرار التي تم تحديدها في الخطوة الأولى. بعد ما حددت دالة الهدف أبدأ أشوف بقى المسألة بتاعتي هل تحت ليها قيود معينة، في قيود معينة. طبعا القيود في التطبيقات الهندسة المدنية كبيرة جدا جدا، يعني هيكون عندك قيود مثلا في التايم. مثلا عندك مشروع، يبقى عندك المشروع ده هل مطلق ليه البروجكت تخلصه في اي وقت ولا في وقت معين؟ في وقت معين يبقى عندي في حاجه اسمها تايم ليميتيشن. طب عندك كمان ريسورسز محدده، هل انت عندك مثلا هيومن ريسورسز ليميتد ولا ان ليميتد؟ طبعا ليميتد. يبقى عندك قيود في ايه؟ في الريسورسز، هيومن ريسورسز. كمان قيود في الريسورسز نفسها، قيود في المعدات، قيود في الماشينز اللي انت بتستخدمها وخلافه. فعلى طول بيكون عندنا قيود، فلازم انت في المساله بتاعتك تقراها كويس وتبدا تحط ايه هي القيود الحاكمه والغير حاكمه اللي بتاثر في الايه في المساله بتاعتي. لو احنا عملنا ال3 خطوات دي هيبقى في النهايه خالص عندنا الشكل اللي احنا شايفينه ده تيبيكال لايه لموديل فورميليشن. فبيبدا بالديسيجن فاريبلز، محددهم اهو الديسيجن فاريبلز، هقول كذا وكذا وكذا وكذا. بعد كده اهو
رقم اتنين بحط التارجت فانكشن بتاعتي اللي هي اما تكون ماكسمايز او مينيمايز. وخد بالكم التارجت فانكشن بتكون بدلاله مين؟ بدلاله الديسيجن فاريبلز x1 x2 xn x1 x2 x2 اللي هي الديسيجن فاريبلز انا حددتهم فوق. بعد كده هو تيجي بقى الكونسترينس بتاعتي. الكونسترينس بتاعتي بنبداها بكلمه سبجكت تو او عرضه ليه او تحت تاثير، ونبدا نكتب الايه؟ الكونسترينس. والكونسترينس بتكون في صوره ان ايكواليتي او ايكويشن، يعني اصغر من او يساوي، اكبر من او يساوي، او يساوي وات ايفر. وزي ما انتم شايفين كل الكونسترينس برضو بدلاله مين؟ بدلاله الديسيجن فاريبلز اللي انا حددتها فوق. بكده يبقى احنا ايه عملنا؟ لو احنا عملنا الثلاث خطوات دول يبقى احنا عملنا حاجه اسمها الموديل ايه؟ الموديل فورميليشن. تعالوا ناخد مساله كده اهو نبدا نشوف هنتعامل معاها ازاي. مساله بتقول ايه؟ بتقول عندي سيتي، السيتي از جروينج ان بوبوليشن، فالسيتي دي عدد السكان بتاعها بيزداد مع الوقت. And required to extend its water supply by a total of at least 150 million gallon per day. يبقى السيتي دي نتيجة لزيادة عدد السكان عايز ده تزود مصادر المياه بتاعتها والووتر سبلاي بتاعها بمقدار على الأقل 150 مليون جالون في الإيه في اليوم. فالمهندسين بتوع الووتر ريسورسز لقوا إيه بقى؟ إن إحنا عندنا 3 sources of water supply having different water capacities and quantities موجودين عندنا. يبقى فالمهندسين بتوع الووتر سورسز لقوا ان المدينه بتاعتي دي متاح ليها 3 مصادر للميه ممكن تجيب بيهم او ممكن تعوض منهم المياه اللي هي محتاجاها نتيجه لزياده عدد السكان. المصدر الاولاني هنسميه سورس رقم 1، والمصدر ده زي ما انتم شايفين كده ميه كانها ميه جاريه، كانها مثلا نهر او ايه او وادي من الاوديه. بعد كده المصدر الثاني ده واضح كده من الشكل بتاعه ان هو كانه ابار جوفيه، يبقى ميه جايه من المياه الجوفيه، وكلا مصدر 1 و2 قريبين شويه من السيتي. بينما في مصدر رقم 3 بعيد شويه عن السيتي، فممكن ده يكون مثلا مصدر تحليه ولا حاجه، بناخد الميه بنحليها من مياه البحر. بعد كده هو نتيجه ان هو بعيد عن السيتي فهنضطر نعمل له ايه؟ نحط محطه رفع ونعمل بامبنج علشان نضخ الميه لحد ما توصل لايه؟ للسيتي. جميل؟ طيب فبيقول لي بقى ايه؟ خلينا نشوف كده. بيقول لي بيديني معلومات مهمه جدا على المصادر الثلاثه، فحطها في صوره الجدول ده. المعلومات دي هي عباره عن ايه بقى؟ هي عباره عن الكوست لكل مصدر، والسبلاي ليميت يعني اقصى كميه ميه ممكن يديها كل مصدر قد ايه، والهاردنس اللي هي الكواليتي بتاعه الميه من ناحيه عسر الميه، هل الميه عاسره ولا لا، وعسرها قد ايه، والعسر هنا بوحدات الباوند لكل ملي جرام، والسبلاي ليميت هنا بوحدات برضو المليون جالون بير داي ام جي دي مليون جالون بير داي، والكوست هنا وحداته دولار لكل مليون جالون بير داي. يبقى بالتالي تعالوا نبص مع بعض كده اهو، يعني سورس رقم 2 ده الارقام دي معناها ايه؟ معناها ان الكوست لو انا عايز اضخ 1 مليون جالون بير داي هيكلفني 1000 دولار. طيب والاقصى كميه ميه ممكن اخدها من السورس رقم 2 هي كام؟ السبلاي ليميت اللي هو كام؟ 120 مليون جالون بير داي. دي اقصى حاجه ممكن اخدها من السبلاي من السورس رقم 2 120 مليون جالون بير داي. وطيب والميه اللي باخدها دي الكواليتي بتاعتها شكلها ازاي من ناحيه العسر؟ لو احنا شفنا كده اهو الهاردنس هنا، فالكواليتي بتاعتها هنا ايه؟ 2300 باوند لكل ملي جرام، وهكذا بقى بالنسبه لسورس رقم 1 وسورس رقم 3. طيب تعالوا نكمل. بيقول لي ان السورس دي زي ما انتم شايفين كده اهو مختلفه من ناحيه الووتر كاباسيتيز صح كده، وناحيه الكوانتيتيز. فزي ما انتم شايفين في ناحيه الكواليتيز، من ناحيه الكواليتيز هنا مثلا العسر هنا 200 بس، هنا 2300 هنا 70، هي بتختلف ناحيه الايه؟ الكواليتي زي ما انتم شايفين كده. طيب فبيقول لي نتيجه لاختلاف الكواليتي دي واضح ان السورس رقم 2 كواليتي فيه تعبانه قوي، العسر عالي جدا 2300. فبيقول نتيجه لكده accordingly blending water supply from different sources will be carried out. يبقى نتيجه كده المهندسين اقترحوا ان هم ايه؟ مش هيقدروا يستخدموا او ياخدوا سورس ميه من سورس واحد، لا احسن حاجه ان احنا نخلط الميه من السورس المختلفه بحيث ان الميه اللي رديئه اللي هي 2300 دي اما تتخلط مع ميه كويسه زي ال 70 وزي ال 200 ممكن تديني ميه ايه؟ ميه ايه؟ ميه الكواليتي بتاعتها معقوله، وفي نفس الوقت اقدر احصل على ايه؟ على الكميه الميه اللي انا ايه؟ اللي انا محتاجها. طيب بيقول لي بقى it is required to investigate the feasibility of adopting a least cost strategy. خد بالك بقى من هنا،
الحتة دي في منتهى الأهمية. هنا يتملي في المسائل بتاعتنا، في المسائل بتاعتنا هو بيقول لي دالة الهدف إيه. فتقرأ كده أهو: It is required to investigate the feasibility of adopting a least cost strategy. يبقى الأوبجكتيف فانكشن بتاعي هنا إيه؟ الأوبجكتيف فانكشن بتاعتي هي كوست فانكشن، وعايز أعمل لها مينيمايز ولا ماكسمايز؟ عايز أعمل لها مينيمايزيشن. يبقى to minimize the cost. To minimize the cost. علما بأن بقى إيه؟ اداني هنا كونسترينس على الكواليتي. ايه هو؟ ان الماكسيمم هاردنس المسموح بيها نوت تو اكسيد كام؟ 1200 باوند لكل ملي جرام. علشان نقدر نحل المساله هنمشي مع الخطوات بتاعه ايه حل المساله اللي احنا عارفينها. فاول خطوه هنعمل ايه؟ هنحط الديسيجن فاريبلز. ديسيجن فاريبلز ايه هم الديسيجن فاريبلز؟ احنا فهمنا بقى المساله وعرفنا بتتكلم وبتقول ايه. الديسيجن فاريبل عرفنا نجيب كميه ميه قد ايه من سورس رقم واحد، كميه ميه قد ايه من سورس رقم اثنين، كميه ميه قد ايه من سورس رقم ثلاثه، ونخلطهم مع بعض علشان نوفي كميه الميه المطلوبه لهذه المدينه. يبقى هو ده المقصود، هي دي الديسيجن فاريبل. يبقى عندي كام ديسيجن فاريبل؟ عندي ثلاثه. كميه الميه اللي هاخدها من سورس رقم واحد قد ايه؟ واثنين قد ايه؟ وثلاثه قد ايه؟ ممكن اقولهم بالشكل التالي، اسميهم مثلا اكس واحد، واقول بقى بتساوي ايه هي بقى دي؟ amount of water from source number one. وطالما انك انت عندك يونتس لازم تحط اليونتس، اللي مش هيحط يونتس بينقص. واضح اللي مش هيحط يونتس بينقص. طب اليونتس بتاعتي ايه هنا؟ مليون جالون بير داي. كميه الميه اللي هاخدها من سورس رقم واحد ايه وحدتها؟ بوحدات المليون جالون بير داي. فتكتب بقى ايه؟ مليون جالون بير داي ام جي دي، زي ما هو كاتبها هنا، كاتبها هنا ام جي دي، او تكتبها كده ام جال بير داي، مش هتفرق، الاثنين واحد. خلاص يبقى ده مين؟ ده الديسيجن فاريبل رقم واحد. طب ديسيجن فاريبل رقم اثنين نفسه شرحه، تعالوا نعمل كوبي وبيست. يبقى ديسيجن فاريبل رقم اثنين بدل اكس واحد اقول ايه؟ اكس اثنين، واقول ايه بقى؟ amount of water from source number 2. ونفس الكلام بالنسبه للديسيجن فاريبل رقم ايه؟ رقم 3 اكس، هسميه اكس 3، ودي amount of water from source رقم ايه؟ رقم 3. يبقى انا عندي كام دلوقتي؟ عندي 3 ديسيجن ايه فاريبلز. تعالوا دلوقتي بعد ما شفناهم نعمل لهم ايه؟ مينيمايزيشن. يبقى اول جزء في الموديل بتاعي انا عرفت ايه؟ عرفت اعمله. دي هي الديسيجن فاريبلز بتاعتي، احطها على جنب بقى كده. طيب السكند ستيب، عايزين نحط التارجت فانكشن. فتعالوا بقى نعمل التارجت فانكشن بتاعتنا. فنحط بقى التارجت فانكشن بتاعتي ازاي؟ هنقول اول حاجه ايه هي داله الهدف؟ داله الهدف بتاعتي تو مينيمايز الكوست، زي ما اتفقنا هي بيكون مكتوبه في منطوق المساله. يبقى داله الهدف بتاعتي اول حاجه هي الكوست. طب الكوست ده احسبه ازاي؟ لازم ركز معايا في الكلام اللي هقوله ده، لازم داله الهدف تكون فانكشن في الديسيجن فاريبلز، والا يبقى ملهاش معنى. اعيد الكلام تاني، لازم داله الهدف تكون ها فانكشن في مين؟ في اكس 1 واكس 2 واكس 3، ولازم كل الديسيجن فاريبلز يدخلوا. يعني لو واحد من الديسيجن فاريبل ما دخلش مش هيبقى اسمه ديسيجن فاريبل، خلاص يبقى ملوش معنى، لان معناها مش هيأثر في الكوست، خلاص يبقى ملوش معنى ان هو يتحط كديسيجن فاريبل. طيب يبقى انا عايز دلوقتي احسب الكوست بدلاله مين؟ قيمه اكس 1 واكس 2 واكس 3. ركز معايا في اللي جاي ده. اكس 1 اللي هي ايه؟ كميه الميه هاخدها من سورس رقم 1. طيب لو انا اخدت من سورس رقم 1 1 مليون جالون، كان تكلفتهم كام؟ 500. طب لو انا هاخد اكس 1 يبقى تكلفته كام؟ 500 في اكس 1. طيب تاني، لو انا هاخد من سورس رقم 2 1 مليون جالون، كان تكلفته كام؟ 1000 دولار. طب لو انا مش هاخد من سورس 2 مش هاخد 1 مليون، هاخد اكس 2 مليون، يبقى هيكلفني قد ايه؟ اكس 2 في 1000 ايه؟ 1000 دولار، وهكذا. يبقى بالتالي كوست بقى بيساوي ايه؟ بيساوي ها 500. جبت منين ال 500 دي؟ الرقم ده في ها الديسيجن فاريبل الاولاني اللي هو اكس 1، كميه الميه اللي هاخدها من مصدر رقم 1، زائد ها زائد ال 1000
ده سعر الوحدة في سورس رقم 2، الألف في مين بقى؟ في كمية المية اللي هاخدها من سورس رقم 2 اللي هي اكس 2، اكس 2 زائد ايه؟ سعر الوحدة في سورس رقم 3 اللي هو 2000، في كمية المية اللي هاخدها من سورس رقم 3 اللي هي اسمها اكس كام؟ اكس 3. واضح يا شباب؟ يبقى دي اسمها ايه؟ التارجت فانكشن. كده انت كتبت التارجت فانكشن، كده تاخد نص الدرجه. ليه؟ لان ما تكتبليش التارجت فانكشن وبس، لازم تحط لي تو مينيمايز ولا تو ماكسمايز. هنكتب بقى تو مينيمايز، الكوست بمينيمايز انما البروفيت بالماكسمايز. خلاص، يبقى دي داله الهدف بتاعتي التارجت فانكشن. تعالوا ايه ناندر سايز بقى علشان يكون عندنا مور روم ان احنا نكتب المساله بتاعتي. جميل. الخطوه اللي بعد كده بقى، انا كتبت الديسيجن فاريبلز وحطيت التارجت فانكشن بتاعتي، ايه اللي ناقصني؟ هل في قيود؟ اه طبعا في قيود. تعالوا نشوف الكونسترينتس بقى. فنقول بقى ان اد كونسترينتس، فتملي كونسترينتس متعارف عليه بكتب كلمه اس تي. يعني ايه سبجكت تو؟ يعني معناها المساله اللي فوق دي سبجكت تو، يعني معرضه ليه سبجكت تو او تحت تاثير القيود التاليه. ايوه يا باشمهندس اللي بيسال. دكتور في نعم تارجت فانكشن الوحده ولا لا؟ التارجت فانكشن اليونتس بتاعتها بنفس اليونتس اللي موجوده هنا دولار. اه ممكن عايز تكتب الوحده، ممكن طبعا فور بيرفكشن ممكن اعمل كده. طيب تعالوا نكمل بقى. ايه هي الكونسترينتس اللي موجوده عندي؟ الكونسترينتس اللي موجوده عندي واضحه جدا. رقم واحد، انت سورس رقم واحد ده هتاخد منه قد ايه؟ اكس واحد. طب ايه اقصى حاجه تاخدها؟ 25. يبقى هل ممكن من سورس رقم واحد ده تاخد اكتر من 25؟ لا. يبقى ده كونسترينتس اقدر احطه، فاقدر اكتب الكونسترينتس بقى. اقدر اقول ان اكس واحد المفروض يكون اصغر من او يساوي ايه 25. جبت منين ده؟ جبت من الشرط هنا ان السورس رقم واحد اقصى كميه ميه يقدر يديها لي 25 مليون جالون بير داي. يبقى بالتالي اكس واحد مش ممكن تزيد القيمه بتاعته اللي انا هاخدها من اكس واحد اكتر من 25. وشرحه بقى اقدر اعمل نفس الكلام. يبقى اكس 2 اصغر من او يساوي كام؟ 120. جبت منين يا عم الرقم ده؟ اهو سورس 2 اهو، اقصى كميه ميه اقدر اخدها بسميها سبلاي ليميت 120. طيب وسورس رقم 3 اكس 3 اقصى كميه ميه اقدر اخدها كام؟ 100. جميل. تعالوا تملي يفضل، يعني يفضل انك انت تحط تمييز للكونسترينتس، تحط تمييز للكونسترينتس. الكونسترينتس اللي انا كتبتها دي كلهم نفس الـ نفس الـ نفس النوع، نفس النوع. يعني ايه؟ كلهم بينتموا لايه؟ للسبلاي ليميت. فيفضل هنا تحط في الاخر خالص تقول لي بقى الكونسترينتس ده جبته منين إيه؟ فتكتب انها سبلاي، ده الليميت بتاع السبلاي، سبلاي ليميت. يفضل انك تكتب، لو ما كتبتهاش ما بتنقصكش، بس يفضل. ليه بقول يفضل؟ انت ممكن تعمل شغل وبعد بعد سنتين ثلاثه يجي لك عليه مثلا كويري، سؤال حد يسالك انت عملت ازاي؟ ليه عملت كده؟ فانت بقى بعد سنتين ثلاثه انت نسيت كل حاجه. فلما تكون كاتب التمييز ده انت بتفكر نفسك انت عملت كده ليه؟ فالحاجات دي مهمه جدا، التمييز ده مهم جدا. طيب يبقى كتبنا النوع الاولاني من الكونسترينتس، فالنوع الاولاني من الكونسترينتس اللي هي القيود على السبلاي. طب النوع الثاني من الكونسترينتس القيود على الكواليتي، صح؟ كواليتي بتاعت الميه. هل اقدر اجيب كواليتي للميه؟ اه قبل ده في شرط تاني للكوانتيتي. ايه هو؟ ان انا محتاج ميه قد ايه؟ 150 مليون جالون، صح؟ يبقى بالتالي هجيب ال 150 دول منين؟ من اكس 1 واكس 2 واكس 3، صح؟ من مجموع الثلاثة دول بالظبط كده. يبقى دي لازم احطها ايه؟ ككونسترينت. فلازم اقول كده بقى، احط كونسترينتس تاني واكتب ايه؟ مش لازم اكتب بقى سبجكت 2 خلاص. اقدر اكتب كده ان اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3، ها اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3، ها يبقى ايه؟ يبقى اصغر من او يساوي ولا اكبر من او يساوي؟ اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي.
لو قلت اصغر من غلط. ليه؟ لان لو انت قلت اصغر من، مع كانك بتقول ايه، الناس عايزين 150 وانت هتديهم اقل من 150. لو انت قلت اصغر من وجينا نعمل المساله، هتبص تلاقي البرنامج ان شاء الله بعد ما نديكوا طرق الحل، هتلاقي البرنامج يقول لك ايه، بما انك انت عايز اقل من 150 وانت عايز تقلل الكوست، يبقى افضل حاجه ليك انك تاخد من 1 0، من 2 0، من 3 0، لان هو عايز يقلل الكوست. فافضل حاجه يلاقيها ايه، ان يخلي الاكس 1 دي هنا بكام، بصفر، ودي هنا بكام، بصفر، ودي هنا بكام، بصفر. خدت بالكم يا شباب؟ فيديك الكوست كام، بصفر. ده اقل حاجه، يعني كانك ايه، احسن حاجه علشان ما تخسرش، ما تعملش المشروع. خدت بالكم يا شباب؟ اه. فبالتالي خد بالك من الحته دي. فيبقى اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3، ما ينفعش اقول اصغر من زيرو، اصغر من 150، لان في الحاله دي هيديك ايه، هيديك اصفار كلها. امال اقول ايه، ممكن تقول يساوي 150، يعني هتديهم بالظبط اللي هم عايزينه. في بعض الاحيان بنعمل كده، نقول يساوي 150، او نقول هديكم 150 او اكتر، او هديكم 150 او ايه اكتر. فبالتالي ده اللي انا هكتبه، 150. يبقى تاني ممكن اكتب هنا يساوي 150 واشيل كده واشيل الاكبر من، او ممكن اقول اكبر من او يساوي 150، بس ما ينفعش ان انا اقول ايه، ما ينفعش اقول اصغر من 150. واضح يا شباب؟ لازم اقول اكبر من او يساوي. ايه التمييز بتاع دي؟ ايه نوع الكونسترينس ده؟ جبناه منين يعني؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الديماند بقى، مش ده الناس عايزاه، ده الناس عايزاه، ده متطلبات الجماهير. ده عشان كده ده بنسميه الديماند. يبقى ده الديماند ليميت، ده الديماند، ده متطلبات الايه؟ المدينة، متطلبات المدينة. جميل. يبقى احنا عندنا بقى دلوقتي عملنا السبلاي ليميت، عملنا الديماند ليميت، ايه ناقصنا بقى؟ ناقصنا بقى الكواليتي ليميت. تعال نشوف بقى هو قال لي ايه. خد بالك انت هتخلط المية من سورس واحد وسورس اتنين وسورس تلاتة. خد بالك ان الهاردنس اوعى تزيد عن 1200. طب انا اسألكوا سؤال، لو انا دلوقتي جبت كده، تعالوا نفكر مع بعض، نرجع شويه للذاكره لورا وانتوا بتاخدوا، اما خدتوا الانفيرمنت، تخيل ناخد معاه تانك كده، تخيلوا عندنا تانك اهو، وبعدين واحنا جايين جايبين ميه من مصدر واحد وحطيناها هنا، وبعدين ميه من مصدر رقم اتنين هنبدا نحطها هنا، وبعدين ميه من مصدر رقم تلاته هنحطها هنا، وكلهم هنخلطهم في هذا الخزان. مركزين معايا عشان برضو الدنيا تبقى واضحه شويه. تعالوا نحط ايه، الوان مختلفه للسورسز المختلفه. فسورس رقم واحد باللون الاخضر، سورس رقم اتنين بالاحمر، سورس رقم ثلاثه بالازرق اهو. طب كميه الميه اللي هاخدها من سورس رقم واحد اسمها اكس واحد، وكميه الميه اللي هاخدها من سورس رقم اتنين اسمها اكس اتنين، كمية المية اللي هاخدها من سورس رقم 3 اسمها اكس 3. طيب والتركيز، والتركيز، انا عندي التركيز بتاع سورس رقم 1، المية جاية بتركيز سي 1، كونسنتريشن بتاعها سي 1، كونسنتريشن بتاعها سي 1، والمية اللي داخلة من سورس رقم 2 كونسنتريشن بتاعها سي 2، والميه هنا كمان بتاعتنا كونسنتريشن بتاعها سي 2، والميه اللي جايه من سورس رقم 3 سي 3. كويس يا شباب؟ يبقى انا واخد من هنا اكس 1 بتركيز سي 1، اكس 2 بتركيز سي 2، اكس 3 بتركيز سي 3، وحطيتهم في هذا ايه؟ هذا الخزان. جميل؟ سؤال بقى، بعد ما حطيت في هذا الخزان، الميه هتتخلط، فالكونسنتريشن بتاعها هيكون ايه؟ هيكون لا سي 1 ولا سي 2 ولا سي 3، هيكون الكونسنتريشن بتاعها افريج كونسنتريشن. فيكون الكونسنتريشن بتاعها ايه؟ سي افريج. الميه بقى الناتجه عن الخلط الكونسنتريشن بتاعها يبقى سي افريج. سي افريج دي. طيب تقدر تحسب لي السي افريج دي؟ اه طبعا. نقدر نحسبها. ازاي بقى؟ نقدر نعمل كده. نقول ايه بقى؟ نقول السي افريج، تعالوا نكتب بقى الايكويشن الجميله دي. انا هكتب الايكويشن دي، خلينا نصغر بقى شويه. هقول بقى ايه، سي افريج، سي افريج بيساوي ايه؟ ها، بيساوي سي 1 في كميه الميه اللي دخلت من سورس 1 اللي هي اكس 1 زائد سي 2
في كمية المية اللي دخلت من سورس 2 اللي هي اكس 2 زي سي 3 في كمية المية اللي دخلت من سورس 3 اللي هي اكس 3 على مجموع المية اللي دخلت من السورسز كلها اللي هي اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3. فنكتبها بقى، فأقول ايه؟ هقول سي 1 في اكس 1 زائد سي 2 في اكس 2 زائد سي 3 في اكس 3، صح كده؟ على كل بقى ده، كل الليله دي كلها على مين بقى؟ على الميه اللي موجوده في الخزان بعد ما دخلت كل السورسز اللي هي كام بقى؟ اللي هي اكس 1 زائد ها اكس 2 زائد اكس ايه؟ اكس 3، صح يا شباب؟ ده يديني السي افريج، ماشي؟ يبقى هي دي العمليه اللي احنا بنعملها هنا. انا جبت ميه من سورس رقم 1 اسمها اكس 1، وميه من سورس رقم 2 اسمها اكس 2، ميه من سورس رقم 3 اسمها اكس 3، وبعدين هخلطهم. يعني ايه هخلطهم؟ يعني هدخلهم كلهم في نفس الخزان زي ما انتم شايفين كده، هدخلهم كلهم في نفس الخزان. طب الميه اللي ناتجه دي بقى الكونسنتريشن بتاعها هيكون بيساوي كام؟ مش هيساوي لا سي 1 ولا سي 2 ولا سي 3، هيساوي حاجه اسمها سي افريج. سي افريج بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بهذه الطريقه اللي انتم اخذتوها في environment. جميل. طيب ايه رايك بقى ده؟ عايزين نحط ارقام. احنا بالنسبه لنا بقى السي افريج دي المفروض تكون الكونسنتريشن ده المفروض يكون ايه؟ نوت تو اكسيد 1200. يبقى السي افريج دي المفروض اقول ايه؟ ها اقول اكبر من ولا اقول اصغر من ولا اقول اصغر من او يساوي؟ اقول ام بيقول لي نوت تو اكسيد، يعني ايه؟ يعني اصغر من او يساوي. يبقى السي افريج دي لازم تكون اقل من او يساوي الكام؟ ال 1200. ال 1200، وبالتالي اقدر اشيل بقى الجزء ده دلوقتي. دي مش ملهاش دعوه بقى، ملهاش لازمه. اقدر اشيل السي افريج. يبقى خدت بالكم دلوقتي انا عملت ايه؟ سي 1 في اكس 1 سي 2 في اكس 1. يقول لي طب ايه هي سي 1؟ عندك اهي، تعال نحطها بقى. سورس رقم 1 الكونسنتريشن بتاعه من ناحيه الهاردنس قد ايه؟ 200. حط بدل سي 1 هنا حط 200. طب سي 2 كونسنتريشن بتاع سورس رقم 2 من ناحيه الهاردنس كام؟ 2300. بدل سي 2 هنا هحط كام؟ 2300. طيب سورس رقم 3 الكونسنتريشن بتاعه كام من ناحيه الهاردنس؟ 70 باوند بير ملي جرام. هحط هنا سي 3 كام؟ 70. هيطلع في النهايه خالص السي افريج ده كله هيطلع بايه؟ بوحدات ايه؟ الباوند بير ملي جرام برضه. والمفروض ده يكون اقل من او يساوي كام؟ ال 1000 ايه؟ ال 1200. دي اسمها ايه بقى؟ الكونسترين ده اسمه ايه؟ اسمه الكواليتي كونسترين، او ممكن تسميه الماكسيمم ليميت للهاردنس كونسترين. فتعالوا نكتب الجمله دي برضو علشان ايه؟ ما ننساش. فنروح نكتب بقى ايه؟ كواليتي او هاردنس ليميت. كده بقى ممكن دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل مينيمايز. تعالوا نعمل مينيمايز للعالم ده كلها. يبقى هي دي الكونسترينز اللي موجوده عندنا. ناقصنا كونسترين واحد هنتكلم عليه. كويس، ايه الكونسترينس اللي ناقص؟ يبقى انا عندي 1 2 3 3 3 تايبس اوف كونسترينس. في كونسترينس ناقص مهم جدا، وقلنا زي ما انتم عرفتوا مسائل اللينير، ودي مساله واضح انها لينير. في عندنا النون نيجاتيفيتي كونسترين، لازم ده تحطه معاك. فانا هحطه ازاي عشان ما اضيعش وقت بقى؟ هاخد ده كده واعمل ايه؟ واقول النون نيجاتيفيتي. النون نيجاتيفيتي بتقول ايه بقى؟ ان اكس 1 و وايه؟ اكس 2 و وايه؟ اكس 3 لازم يكونوا اكبر من او يساوي ايه؟ 0. ودي اسميها ايه؟ النون نيجاتيفيتي. بكده يبقى احنا خلصنا هذه المساله.